بالتالي كان الفوز مستحق سواء بالدوري او بالكاس. دلوقتي جه دورنا ان احنا نهني بقى الجهاز الفني والاداري. ومعانا على التليفون الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي. كابتن حمدي صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. صباح الفل يا كريم، ربنا يخليك، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ودايما بانتصاراته ان شاء الله يا رب. دايما الحقيقه دايما مشرفينا ودايما على قد المسؤوليه ودايما يعني الخواتيم دايما عند سيدات الكره الطايره في النادي الاهلي مفيش احلى من كده. طبعا موسم اكيد ليه خصوصيه شديده حتى عند حضرتك بطبيعه الحال. اكيد طبعا موسم صعب جدا وتاجيلات كتير وتوقفات واصابات كورونا، لا يعني موسم صعب، يعني من اصعب المواسم اللي عدت علينا في فريق كره الطايره سيدات. بس الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله يعني جدا، وكانوا مركزين ان هم لازم يفرحوا جمهورهم ويفرحوا مجلس الاداره بتاعتهم اللي بيدعمهم، فكانوا مركزين قوي ان لازم ناخد البطوله الثانيه السنه دي بعد الدوري. والحمد لله، وكانت مباراه صعبه جدا، واعتقد اقوى مباراه يعني لكره الطايره في خلال اخر 5 سنوات. يعني بخلاف مباراه النهايه، يعني الماتش النهائي، بخلاف الماتش ده بصفه خاصه عموما، هل كان في مباراه معينه كانت فعلا يعني ما تتنسيش بالنسبه لكم سواء في الدوري او في الكاس في الموسم ده؟ الحقيقه الموسم ده احنا في الدوري كنا مركزين جدا، كنا كاملين. طبعا في نقطه برضو الناس مش واخده بالها منها، احنا امبارح بنلعب من غير 2 من اهم اللعيبه عندنا، فريده العسقلاني ودعاء الغباشي، مع منتخب الشاطئ بيستعدوا الاولمبياد، تصفيات الاولمبياد، فطبعا مقصرين جدا. دخلنا مجموعه من الناشئات امبارح كبيره جدا، 5 6 ناشئات في التشكيل بتاع المباراه، فكل الحاجات دي طبعا هي مكاسب كبيره وصعبت علينا المباراه. طبعا خبرات قليله للعيبه الصغيره، ولكن الحمد لله ادوا اللي عليهم، وطبعا يعني كسبنا جيل جديد وصف تاني ان شاء الله المستقبل النادي الاهلي. وجود كابتن محمود الخطيب واحنا شايفين مع حضرتك دلوقتي وهو بيهني اللاعبات، شايفين الكلام ده دلوقتي على الشاشه، يعني اكيد كابتن محمود الخطيب دايما لما بيكون متواجد في مباراه نهائيه دي في حد ذاتها بتعتبر دفعه للكل سواء للجهاز الفني والاداري او للاعبات. الحقيقه طبعا الكابتن محمود الخطيب ما بيسيبناش في اي بطوله، على طول ورانا، حضر اخر 3 سنوات الحقيقه حضر لنا كل النهائيات بتاعتنا سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي. السنه اللي حضر لنا الدوري والكاس الحمد لله، ووشه حلو علينا الحمد لله، بس تعبنا امبارح شويه، المباراه كانت عصبيه شويه امبارح، بس الحمد لله فرحنا بالفوز. لا يعني بس كنتوا كالعاده قدها قدود يا كابتن حمدي. وبرضه عايز اعرف من حضرتك كواليس حديثك قبل انطلاق يعني مباراه النهائي، كنت بتقول ايه للبنات في اخر لحظات قبل ما يسيبوك ويتوجهوا بقى على ارضيه الملعب؟ الحقيقه طبعا كنا بناكد على اهم حاجه روح النادي الاهلي اللي بتميزنا، ودي بانت في الشوط الخامس. رغم تاخرنا في الشوط الخامس لكن الروح بتاعتنا كانت موجوده على ارض الملعب، وقدرنا نرجع نفسنا وفوزنا بالشوط الخامس. اللحظات دي بتبقى عصبه جدا، ولولا الروح اللي بتميز بيها لاعبات النادي الاهلي وخبرتهم ما كانوش هيقدروا يرجعوا في الشوط الخامس، لان الشوط الخامس ده عامل زي ضربات الجزاء شويه. طبعا يعني مش مضمون خالص، ممكن اي حد يكسب الشوط الخامس من المباراه، فطبعا الحمد لله اللعيبه كانت ثابته نفسيا وبدنيا وقدروا يخسروا المباراه في الاخر. يعني لو يعني طلبت من حضرتك تقول لنا كده مفهومك لروح الفانيلا الحمراء، الجمله دي اللي هي كلاسيكيه جدا ودايما بتتقال في كل المواقف اللي كالعاده الاهلي بيبقى مبهر فيها، ومهما كانت الظروف المحيطه دايما الاهلي بيخرج منتصر. ايه هو او ايه هي روح الفانيلا الحمراء من وجهه نظر كابتن حمدي الصافي؟ روح، بص، بالنسبه لحمدي الصافي وروح الفانيلا الحمراء اللي هي العقيده اللي بتبقى جواك ان النادي الاهلي دايما رقم واحد، وما ينفعش يخسر بطوله او ما ينفعش يبقى مركز ثاني او ثالث، لا النادي الاهلي هو مركز اول دائما، ودي يعني متاصله في جميع لعبات وفرق النادي الاهلي. بس بتشكل مسؤوليه وعبء في اصعب الظروف واصعب المواقف، حتى وانت خلاص على وشك ان انت بتخسر بتبقى الروح دي جواك والعقيده دي جواك بتظهر في المواقف الصعبه دي وبتخليك تعدي الموقف. بس الصعبة. روح الفانيلا الحمراء دي زي ما هي حافز رهيب، هي برضو عبء كبير، ولا حضرتك شايف ايه؟ اكيد طبعا هي بتبقى عبء كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى فرق النادي الاهلي وعلى مدربي النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. الجمهور بتاعنا لا يقبل الا بالمركز الاول، وده طبعا يعني من يعني ما فيش نادي في العالم اعتقد عنده العقيده دي غير النادي الاهلي، ان هو جمهوره ومحبينه ما بيقبلوش غير بالمركز الاول، وده يعني متاصل في اللعيبه بتاعتنا، فبالتالي على مدار السنين بتبقى موجوده من قطاعات الناشئين والناشئات، فبتبقى
دافع ليهم، بتبقى ضغط عليهم، بس في الاخر الروح بتكسب، روح النادي الاهلي بتكسب يعني. جميل. وعلى ذكر المكسب، الحمد لله رب العالمين قدرتوا تكسبوا الدوري والكاس، بتستعدوا لايه بقى الفتره الجايه يا كابتن حمدي ان شاء الله؟ والله احنا الموسم بتاعنا انتهى تقريبا السنه دي، عندنا لعيبه طبعا هتاخد راحه لان الموسم كان طويل جدا، ابتدينا في شهر 7 السنه. حقهم يا كابتن حمدي، حقهم سنه طبعا، فهياخدوا الراحه بتاعتهم بتاعت كل سنه، وان شاء الله بقى نبتدي الاستعداد للموسم الجديد، لان الموسم الجديد المفروض هيبقى فيه تحديات كبيره، هترجع البطوله العربيه وان شاء الله مشاركات الافريقيه، فهيبقى موسم صعب جدا، عندك 4 بطولات لازم تستقدروا بصوره كبيره جدا باكبر قدر من اللاعبات وبدنيا. ان شاء الله يكون موسم ناجح، ونرجع نهني حضرتك 4 مرات بال4 بطولات الجايين ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي، صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا يا حبيبي. شكرا يا فندم، نورتنا، اهلا بيك.